السوق المركزي للماشية في مدينة زويرات يستقبل يوميا العشرات من قطعان الإبل والمئات من الأغنام يتم جلبها من مناطق بعيدة داخل الوطن ومن بعض الدول المجاورة عندنا شم الإبل ذا اللي منه نافع الأسواق والنحر يجينا من الزوال وجينا من العمو وجينا من ذيك الأرض الشرقية وحيوان تيرس العام اللي نحشلو أسعاره من عند 400 للزايل لأ 500 الحيوان يجينا من الحو وجوه الوسقات ويجي من الهود من كيف ويجي مال الهود من قرو ويجي من, من الهود من الطينطان ومن بيكة الحواش وقطع العنو مرة يجي منو هل توتات ومرة يجي ربعه ومرة تجي اللوت الوتة تقريبا تعود فيها ميتين دي قضية الحيوان كان 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 سعره يا يقال من هؤلاء السابق الماضية الآن خفضت تسعيرته شوي دون بلادها شوي تجبر لك ب 55 و 60 وذاك اليوم ذاك اسعار كامله فهم ونعاج لا 45 و 40 و 38 انعدام الامطار في الولايه والنقص الحاصل في الماء والمرعى وفي علف الحيوان قضايا يقول نمونا انها تشكل اكبر تحد للتنميه الحيوانيه في الشمال انا جايب بس يومي هون 34 زايل ومن عدلت حسابي يمكن 2800 وش من الفضل ونلقاه ياسر من الصعوبات في الطريق نرفدوها من العيون ونطرحوها في نواكشو وتروح فيه وترتفز ويقيم في جايه هون للزوارع وحنا جايين على طريقنا دائما نعدلوا بعد قاع تاغط من الشور العيون وتم جايه ما تلقاها مشكله انت اللي تلحق دائما يعدنا جايين عقاب الليل توقف فم تخلي تخلق ويعدنا جايين القايله توقف فم لابقات تخلق نحن طبيب يجي يفهم ويطلع عليها ويخرصها قلنا تمو ماشي وحولنا هون ومنين حولنا بقى السوق موازي الدشره للسوق اللي هون وعاد الناس اللي والسوق بعيد وحد جابر الحيوان في الدشره ما هو عادنا حنا له به اللي من تقبل تكسي له تقبل 15 مية ولا تقيس السلاخ لا هي سلاخ لك بالفين وقيه ولا هي ترجع بالفوقيه في تكسي اذا قال جابر الحيوان في الدشره مع مع لا داعي لتكلف ها النوع من التكاليف وطالبين من, من السلطات بانها تعرف ذيك القضيه بخصوص الصعوبات التي تواجه المستثمرين في السوق يؤكد القطاع الوصي ان التنسيق جار لحلحلتها وان اجراءات الدخول بالحيوانات الى المدينه اجراءات احترازيه لا مناص منها للصحه العوميه القطعان اللي تجي مرفوده جايه من والله من من جهه اخرى دائما يتصلوا علينا الجماعه المسؤوله عنهم اللي هي الدرك الوطني على 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 مدخل المقاطعه هون في الزويرات ويخبروا بالموجود عندهم قطيع مرفوض ويتجه شورهم المفتش المسؤول عن 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 المقاطعه هون وهو المسؤول عن مراقبه تلك الحيوانات به اللي فم بعض الامراض اللي تنتقل عن طريق حيوانات مصابه وتعود وتعود تعود تشكل خطوره لذلك هذيك الامراض مراقبتها احنا مسؤولين عنها قد يعود علاج الحيوان في وقت ما هو مناسب كيف الوقت يعود متاخر في الليل اكيد وعياد تخلق بلي الناس قد تعود ما لا تعرف الوقت اللي يلا تدخل فيه بالضبط هون وتقول تعود جاهل الاجراء على انه اجراء صحي ولازم مراقبته حد جاهل ذيك النقطة قد يتعاقب مع الوقت اللي اللي يلا يعود مناسب وبالتالي قد يتوخر بعض الساعات تحويل هذا السوق إلى حظيرة خاصة بعيدا عن صخب المدينة وضجيج المصانع إجراء تنظيمي اتخذته البلدية قبل فترة لكن الباعة يطالبون بالعدول عنه لأنه في رأيهم يؤثر سلبا على إقبال الزبناء المختار بابا أحمد قناة الموريتانية سوق الماشية زويرات